مشاهدينا الكرام، في ختام مهرجان نادي القادسية الرمضاني، معي في هذه اللحظات الأستاذ أيمن الشمري أبو حماد المشرف العام على فريق شركة تمرس. أخذنا منه كلمة سابقا كتحدي لوصوله للمباراة النهائية على هذه البطولة. ألف مبروك أبو حماد. الله يبارك فيك أولا، وأشكرك على الاستضافة، ونحمد الله ونشكره على الفوز، والحمد لله والشكر. ما قصروا اللاعبين وما قصروا اللجنة، تنظيم رائع جدا ومتكامل بصراحة، شغل رائع جدا، نشكرهم عليه ونشكركم انتم على الاستضافه وتحت الفرصه، والف الف مبروك وهارد لك للزامل. والله ابو حماد، مجريات المباراه كانت صعبه، في فتراتها كان في ضغط لفريق الزامل، هل حسيت لحظه من اللحظات ان المباراه ممكن خلاص؟ والله كان في ضغط من الزامل قوي جدا، لكن لا الحمد الشباب عرفوا يتحكمون في المباراه وسيروها على ما يبون، ونحمد الله ونشكره انه فازوا بركلات الترجيح، ويستاهلون والله، تعبوا تعب كبير واستعدوا استعداد جيد قبل البطولة، وهذه والله ثمرة التعب، قطفوها وقطفناها معهم ويستاهلون. يعطيك العافية أبو حماد، تشرفنا وإن شاء الله نشوفكم في مناسبات قادمة. جزيل الشكر لك ولقناة الفارس ولإخواننا الشغالين معك، الله يحفظكم.